الفترة الجاية للبنك. البنك هيروح للأماكن بتاعة الاستزراع ويعمل عرض للبروجرام اللي هو عاوز يعمله ومع المزارعين جوه المكان بتاع الاستزراع عشان يقول له أنا بهو موجود عندك بقدم لك المزايا 1 2 3. البنك عشان يعرف ده وقعد معانا يعني إيه استزراع سمكي، شرحنا له كل الحاجات دي. ده موضوع جديد مع البنوك؟ بالظبط. ده لسه خلال الفترة اللي فاتت دي. ده سكة جديدة للبنوك. بالظبط. أيوه. وطبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه في برضك بالنسبه لنا كذا بروجرام عملناه حتى لغايه المراه المعيله او المراه الفقيره عموما. أي يعني أي وخصوصا في منطقه الصعيد ممكن تستفيد ازاي المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ استفادوا. احنا عرضنا احنا من عرضنا المشروعات دي، لكن احنا بصدد دلوقتي ان احنا ناخد الموافقات بحيث ان ايه ممكن السيدة مثلا بسيطة في البيت تعمل ايه؟ السمك اللي موجود ده تحفظه بشكل كويس، يبقى في فرصة للمشروعات الصغيرة تديها جزء تبريد تجميد للسمك تقدر تحافظ عليه بدل ما السمك النهاردة ما تباعش بكرة يبقى عندها فرصة تلف. تانية ممكن الجمبري ومكوناته تقدر تعمل فيها فرصة ان هي تعمل تصنيع ليها وتستعمل وكلها مشروعات صغيرة مش محتاجة كمية امكانيات يعني امكانيات عالية بشكل كبير. طب انا النهارده لما باخد قرض من البنك او فوائده عاليه؟ انا ما عنديش تفصيل الفوائد بشكل كبير، بس انا تحديدا يعني مؤمنه بان الواحد مش لازم يعرف كل حاجه، لكن مثلا معلومه ان البنوك تدخلت في مساله الاستثمار في الاستزراع السمكي دي جديده بالنسبه لي. طبعا مهم نشاور للناس عليها. وبالنسبه لنا بقى عشان ندي فرصه كمان للمزارع ده يشتغل، العقد بتاعنا ممكن يتحرك شويه بدل ما هو 5 سنين يبقى 10 سنين. هاي. عشان لما يجي ياخد حاجه زي كده ويمول نفسه ويطور نفسه، لان احنا بنستهدف ان احنا الشكل بتاع المزرعه السمكيه يبقى شكل منمط مع وحضرتك ماشيه في مكان من مثلا بورسعيد لدمياط تبقي عارفه ان دي مزرعه سمكيه. انت ماشي على الطريق تعرف ان دي مزرعه سمكيه. دي مزرعه سمكيه. منين بقى؟ احنا عملنا التكليف للقطاع الهندسي اللي موجود في الثروه السمكيه عندنا. نعم. شكل المنزل بتاع المزارع ده ايه؟ اوضه الحراسه بتاعته ايه وحجره الحراسه ايه؟ يبقى ثابت في كل الاماكن، ثابت في كله بشكل بنمط معين، بيعلن عن نفسه نعم. ويدي ثقه حتى للمستهلك المصري لما يبص يشوف ان ده الشكل العام يعرف ده ايه، ده شكل منظم بشكل حضاري، حتى فرصه للناس وهي مسافره ان هي ما يبقاش عندها الرؤيه مش منضبطه كده بشكل مش مظبوط مش واضحه او مش واضحه، فالنهارده يبقى ماشي عارف ان دي مناطق استزراع سمكي ليها لون معين ليها شكل معين بشكل معين، وهو ماشي على الطريق يعرف كمان المشروعات اللي في بلده يعني مش لازم يروح بشكل شخصي بالظبط كده يعني. بالظبط كده اهو. فده طبعا من الحاجات اللي عملناها. الفتره الزمنيه اللي احنا بنديها دي بتدي للمزارع فرصه ان هو يقدر يشوف العقد الاستثماري اللي هو عمله ويقدر يبقى عنده ثقه في ان هو يقدر حتى لو ما اخدش تمويل بالبنك يقدر لو معاه تمويل يمشي نفسه. فلوس البنك يمشي نفسه ويمشي في هذا الامر. أيه. فاحنا عندنا كوزاره بتكلفات السيد الوزير والدكتوره منى محرز مع نائب الوزير كان عندنا خطه واضحه لتطوير القطاع اللي يخصنا وكمان عرض هذا التصور على المزارعين المصريين وزياده الانتاج بالظبط زياده الانتاج. هل في خطط ثانيه؟ احنا بالنسبه لنا الرؤيه بتاعتنا الوفره الغذائيه نوفر الغذاء. احنا الفجوة قد ايه يا دكتور خالد؟ يعني الفجوة قد ايه ما بين ما احنا بنستهلك واحنا كمصر بننتج؟ احنا دلوقتي انتاجنا حوالي 1.8 مليون، احنا بننتج حوالي 18 كيلو جرام للفرد في مصر. احنا مش بعيد عن المتوسط العالمي اللي حوالي 20 لـ 22 كيلو جرام. هم 22 احنا 18. بس طبعا النسبة بتاعت 20 و22 متوافق يعني فيها تفاوت شوية ما بين الاماكن غزيرة الانتاج في الاسماك وتبعاتها الغذائية فيها سمك كتير واسعارها في اماكن تانية عن اماكن تانية. لكن حابب ببساطة اقول لحضرتك ان انا النهاردة اقل سعر في افريقيا لسمكة البلطي حوالي دولار وربع. ده السعر. ايوه. ده بالنسبه لي لان عندي انفراستراكشر كبيره موجوده. أيه. الدوله موفره لي طرق، موفره لي كهرباء، موفره لي ميزات نسبيه كبيره. ولو رخص عن كده هيبقى شيء عظيم. ولو رخص عن كده طبعا هيبقى شيء عظيم لانه شيء بالزبط. صحي. بالظبط كده. ايوه. في كل الدنيا نتمنى انه يرخص عن كده كمان. ما هو هقول لحضرتك برضك واحنا بنتكلم ازاي نوفر دواء يعني جميل. انا زي ما حضرتك قلت 70% من العلف، لكن انا عندي النهارده في تغير مناخي كبير بيحصل في العالم. التغير المناخي ده الكائن ده عايش في مسطح مائي، ده عباره عن كل حياه الكائن الحي ده. نعم. بمعنى بيتغذى فيه بيخرج فيه فلازم المسطح المائي ده يتحافظ على الكائن الحي اللي فيه. تعرض لدرجات الحراره دي وسواء بارده او دافيه او حاره بشكل كبير بيؤثر على المناعه بالنسبه للكائن الحي، وبالتالي ممكن تحصل حالات نفوق. وده بيحصل من فترات. ده طبيعي. وده واضح انه بيحصل. بيحصل. في العالم كله وحصل عندنا بيحصل عندنا تمام. نعم. فالنهارده عشان اضيف مكون في العلف
يقدر يساعد السمكة في مسطح الماء ان هي تعيش بشكل جيد، ده بيبقى عليه جمارك شوية عالية. واحنا دلوقتي بنصدد ان احنا فرصة للعيشة اكتر، تديله فرصة ان هو يقدر يعدي المراحل، يعدي المراحل من الاجهاد بعلاف متخصصة في الوقت دوة، اديله العلف دوة يقدر يعدي الفترة اللي فيها تغير في المناخ الحرارة وفيها زيادة الحرارة بشكل كبير. ده احنا النهاردة بنحاول، ده اللي بيزود ثمن الاعلاف، ده اللي بيزود ثمن الاعلاف كجزء من الاعلاف. انما النهاردة مع انخفاض الدولار اللي حدث دلوقتي، النهاردة اعلاف ابتدت تقل شوية. يعني كان مثلا سعر الصويا 9000، النهارده وصل حوالي اقل من 7000 جنيه. الذره نزلت من 4000 جنيه، نزلت اقل من كده. دي مكونات رئيسيه في العلف عندنا. ايوه. لكن هذا النزول في الدولار هيبقى له تاثير، بس مش دلوقتي، على مرحله متقدمه شويه، لان الناس كانت اشترت باسعار غاليه شويه الفتره اللي فاتت. طبعا مع ارتفاع الدولار وطفو الجنيه المصري معاه، فبالتالي هو ده الحاجه الرئيسيه اللي بتاثر على العمليه الانتاجيه بالنسبه لها. يعني لما اخد سؤال يعني شعبوي كده بسيط، طبيعي ان الناس كلها تتكلم فيه وتقول لك الكلام الكبير اللي بيتقال ده، وان احنا بننتج وان احنا عندنا استصراع سمكي وان وان وان. طيب هي اسعار السمك بتزيد وبتقل في ايه؟ يعني تبقى نلاقيه فجاه هوب تك يعلى، وفجاه نلاقيه مش هقول بينزل، لا يعني هقول لحضرتك اقل من اللي كان عالي. لو قلت حضرتك دلوقتي سعر السمك الكيلو بتاع البلطي حوالي 18 جنيه، ده في المزرعه من 18 ل 19. طب وانا يا فندم هروح المزرعه عشان اجيب كيلو بلطي؟ مش هتروحي المزرعه، بس انا دوري أنا دوري في العمليه الانتاجيه ايه؟ ان انا انتج. صح. الفقره بتاعت التاجر ياخد السمك من المزرعه ينزل السوق، هي دي المشكله الكبيره اللي بترفع سعر المنتج ده. لكن عندنا كانتاج حيواني في وزاره الزراعه الدواجن سعرها منخفض، الاسماك سعرها منخفض، حتى اللحوم البلديه الفتره اللي فاتت ما بعد العيد، ويمكن ده عشان المشروع مثلا زي مشروع البتيلو والمساحات البينيه، حصل انخفاض في سعر هذه السله من الغذاء كلها. البيض الالبان كله. فده احنا نقعد نقرا الاخبار، نروح نشتري السمك نلاقيه غالي، اقول لهم يا جماعه ده انا قريت ان كذا كذا منين، يقول لي لا ما لا فعلا ما غالي. هي احنا بنجيبه كده، القصه كده زي ما قلت لحضرتك، الجزئيه ان انا النهارده طلعت سمك من المزرعه، وبعدين بعد كده السمك وصل لغايه الحلقات الوسطيه، لغايه لما يوصل للتاجر، لغايه لما يوصل لحضرتك. هتلاقي حضرتك لو ساكنه في مثلا في وسط البلد في سعر، لو ساكنه حضرتك في مناطق هاي كلاس يبقى فيها سعر تاني. في مناطق شعبيه هتلاقي سعر تاني. ده محتاج نعمل الوفره بقى، يعني زياده هنا لاستزراع السمكي. الفكره في انه يعني احنا في حاجه كده معروفه يقول لك ايه، المهم السلعه موجوده مش مهم بكام. مرحله تانية يقول لك الوفره هتجبر كل واحد انه يقلل السعر. وهقول لحضرتك كمان عايزين نوصل للوفرة. هقول لحضرتك هو الوفرة موجود سمك، لكن احنا لابد النهارده الطبيعة الغذائية للشعب المصري تختلف شوية. بناكل سمك ايه اكتر حاجة المصريين؟ المصريين بولتي سمك البولتي والبوري، هم دول، ودول اسماك شعبية متوفرة عندنا بشكل كبير جدا. رخصوهم يا جماعة. بقى ما هقول هم نوعين بس. هو احنا عندنا موسمية في الانتاج. نعم. عشان نحل دي لابد ان احنا نخش على نظام تاني خالص بروسيسنج للسمك اللي موجود عندنا، للي موجود محتاج نعمل ايه عشان نزود العدد؟ عشان ايه؟ ادي فرصه للمنتج ان هو ينتج، وما يبقاش عنده خوف ان السمك بتاعه مش هيتسوق في نفس اليوم. لانه بيتسوق بصوره فريش. طبيعي، ما هو برده سلعه من السلع اللي سريعه التلف. بالظبط كده. فانا محتاج اجراءات على السمك دوت بحيث ان انا اعمل له حفظ عشان اقلل الفائد اللي ممكن يحصل فيه. فالبروسيس دوت ده استاذ عالمي، خطوات عالميه او طرق؟ العالم كله بياكل السمك في باشكال مختلفه. احنا بناكله بصوره واحده بس فريش. لكن في زي ما احنا كده عندنا ثقافه الفرخه لازم نشوفها بتتذبح قصادنا عشان كنت لسه اقول لحضرتك متاكد انها مش عيانه. قال يعني احنا كلنا فاهمين في الفراخ لما تبقى الفرخه عيانه ولا مش عيانه. بالظبط كده. بس النهارده مع نزول المراه العمل ووجودها ودورها الرئيسي في والعالم كله شغال كده، حضرتك العالم كله شغال كده. بالظبط. النهارده في الدواجن لازم تبقى كامله، في النهارده ايه اجزاء من الدواجن. فبتدي فرصه ان في تنوع في المنتج. صحيح. ده لازم يكون موجود في السمك، لازم كمان يكون موجود مع تغيير الطبيعه الغذائيه للشعب، وده بيحصل.
كان زمان الناس كلها مع الحفاظ على القيمه الغذائيه، ما فيش اي مشكله في القيمه الغذائيه يعني ما لا تعارض مع هذا. النهارده حضرتك كان زمان فراخ بلدي، النهارده الفراخ شويه الثقافه اتغيرت، ابتدت الثقافه تتغير. نعم. ده اللي احنا بننادي بيه عندنا. بتفكروا في ايه في السمك ده؟ بنفكر عندنا ان احنا نعمل بروسيس للاسماك اللي موجوده عندنا، عشان كده حتى في خطه تطوير الوزاره عندنا ان النهارده بقول المزرعه اللي عندي دي لازم تكون متكامله. يعني ايه متكامله؟ فيها مصنع عالم، فيها مفرغ بتاعها، فيها الاحواض بتاعه الانتاج بتاعها، فيها الاحواض بتاعه فيها الاماكن بتاعه التسويق، فيها الاماكن بتاعه التخزين والتبريد والتجميل. وحده متكامله بتقوم بالمهمه دي في صوره كامله خالص، عشان بعد كده ممكن حضرتك تاخدي السمك اللي انا هقول لحضرتك مثلا اسماك البولتي مثلا اللي هو البولتي الاحمر ممكن اكلم حضرتك عليه بعد كده، بيتباع النهارده في اوروبا بحوالي 6 يورو سعره. تمام. وانا انا انا بتاعنا؟ لا مش بتاعنا. طيب ما هقول لحضرتك انا منافس ليه بقى بشكل كبير في الاستيراد. انا لو انا حبيت اصدر السمك ده بره، ايوه، مع ان المايه اللي موجوده عندي جيده وبصدر ده بره، ايه الميزه اللي عندي؟ انا بيني وبين اوروبا ساعه ونص. طبعا عندي مطار في بورسعيد موجود، يقدر ياخد كل الامكانيات بتاعه السمك اللي موجوده دي ويطلعها اوروبا بسعر منافس. بس اوروبا مش اكلين بولتي وبور، كان زمان يا فندم، دلوقتي انواع جديده دلوقتي بياكلوا حتى سمك الباسا اللي موجود عندنا. بنصدر لهم ايه فندم؟ احنا بنصدر الاسماك البحريه، بحريه زي اللوت والدليس والعروس وانواع صحيح. معينه من القشريات. ما عنديش مانع ان احنا يبقى عندنا عمله صعبه بالتصدير لده، بل بالعكس نحافظ على ده ونعظمه ونوفر كمان للمستهلك المصري الاسماك، خصوصا ان هو مش اكلتنا المفضله يعني بالنسبه لنا. في انواع سمك خلينا منطقيين غالي علينا قوي يعني. بالظبط بالظبط، هو جلوها كمان ناتج لانها بتاخد فتره زمنيه طويله عشان تطلع. يعني سمك البطي بياخد حوالي 6 اشهر ويطلع. نعم. واقدر يوصل لحجم التسويق، لو قلنا حجم التسويق عشان الماركت سايز بتاعنا في مصر 4 سمكات في الكيلو، 5 في الكيلو طبقا لذوق المستهلك المصري. فنقدر نقول ان ده هياخد 6 اشهر ويطلع السمك. الدنيس بياخد حوالي سنه و6 اشهر على الاقل. او سنتين في الارض. فبالتالي احنا بنستهلك السمك اللي بيطلع بسرعه. طبعا. ده غير مساله السعر، ده غير السعر. وعندنا كمان سعر